ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ دلوقتي هناخد درس جديد اسمه المد بالياء، والمد بالياء يسبقه حرف ممدود بتكون تحت. في النشاط يا اصحابي ارسم دائره حول الشكل الصحيح للياء الممدود. للياء الممدود، طبعا الياء الممدوده هتبقى هي الياء اللي تحتها كسره. نعمل دايرة تحت الياء الكسرة دي، والياء الكسرة في النشاط ده بيقول صل الصورة التي بها مد بالياء. صل الصورة التي بها مد بالياء. عندي مد بالياء، طبعا عندي كلمة صورة مهندس، ليمون، عصير، بطيخ، خيار. نيجي نوصل الصور اللي قدامنا، هنوصل يوسفي، دي صورة يوسفي، أول صورة يوسفي فيها مد بالياء، عصير فيها مد بالياء، بطيخ فيها مد بالياء، لكن مهندس ما فيهاش مد. في النشاط ده بيرسم دائرة حول الكلمات التي بها مد بالياء. منديل فيها مد بالياء، ذيل طبعا لا، حقيبة فيها مد بالياء، ثياب دي مد بالألف، تين مد بالياء، ثعبان مد بالألف. يبقى لما نيجي نركز على الكلمات اللي فيها مد بالياء، منديل حقيبة تين، منديل حقيبة تين. في النشاط ده بيحدد الحرف الممدود في الكلمات التالية. الحرف الممدود، الحرف الممدود الذي يسبق حرف المد. حزين فيها مد بالياء، الحرف الممدود زين كسرة. سرير فيها مد بالياء، الحرف الممدود راء كسرة. طويل مد بالياء، الحرف الممدود واو كسرة. حرير مد بالياء، الحرف الممدود ياء. هنا هو بيقول حدد حرف المد والحرف الممدود في الكلمات التالية. احنا طبعا درسنا عن المد بالياء، يبقى هنركز على الكلمات اللي فيها مد بالياء. ابريق مد بالياء، الحرف الممدود راء كسرة. نخيل مد بالياء، الحرف الممدود خاء كسرة. مذيع مد بالياء، الحرف الممدود ذال كسرة. في النشاط ده بيدمج المقاطع لتكون كلمة كالمثال. جايب لي أول كلمة تطعيم، دي موجودة مثال قدامنا. بعد كده تعليم نكتبها، سرير مد بالياء برضو نكتبها مع بعض، نخيل نكتب مع بعض كلمة نخيل. في النشاط ده بيحلل الكلمات التالية. طبعا احنا فاكرين القاعدة بتاع تحليل الكلمات الى مقاطع صوتية، الساكن مع المتحرك الذي يسبقه، والمد مع الممدود الذي يسبقه. برسيم يبقى الباء والراء مع بعض، السين والياء مع بعض، والميم لوحدها. مصابيح الميم لوحدها، صاد والالف مع بعض، الباء والياء مع بعض، والحاء لوحدها. ربيع الراء لوحدها والباء والياء مع بعض، والعين لوحدها. مريض الميم لوحدها، الراء والياء مع بعض، مد وممدود. في النشاط ده بيقرأ وصل، أحب عصير البرتقال، هنوصلها بصورة البنت اللي ماسكة كوباية عصير. ألعبوا في الحديقة دي هنوصلها بصورة الولد اللي هو بيمسك الطيارة وبيلعب في الحديقة. بيقول رتب لتكون جملة. أنا أبي أحب، لما أجي أكون جملة أكتب أنا أحب أبي. اللي بعدها نشرب نحن الحليب.
نيجي نكون جملة: نحن نشرب الحليب. طبعا دي بتفكرنا بضمائر المتكلم أنا للمفرد المذكر أو المؤنث، ونحن للمثنى والجمع المذكر والمؤنث. في النشاط ده يا أصحابي بيقول: كون كلمات بها مد بالياء من الحروف التالية. عندي سين، راء، تاء، نون، ياء، حاء، لام، باء، راء. دي كل الحروف اللي قدامنا. وفي صور: أول صورة سرير، نكون من الحروف اللي قدامنا: تين، حليب. هنا لاحظ وعبر بكلمة بها مد. طبعا لما نيجي دي صورة طحين، الصورة اللي بعدها عصير، الصورة اللي بعدها يقطين. في النشاط بيقول: حدد الحرف الممدود في الكلمات التالية. الحرف الممدود: طبيب، الحرف الممدود باء كسرة، نحيف، الحرف الممدود حاء كسرة، كرسي، الحرف الممدود سين كسرة، سريع، الحرف الممدود راء. في النشاط ده يا أصحابي بيقول: اكتب الكلمات التي التالية، أكمل الكلمات التالية بحرفي المد والممدود. هنكمل الكلمة بحرفين مد وممدود: يغني حرف النون والياء، فيل حرف الفاء والياء، حقيبة حرف القاف والياء، يوسفي حرف الفاء والياء. وبكده يا أصحابي نكون خلصنا درسنا المد بالياء. يا رب نكون استفدنا، تعلمنا منه حاجات كتير،